شركة نورالينك المثيرة للجدل والتابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك قامت مؤخراً بزرع شريحة في دماغ بشري لأول مرة بحسب ما أفاد به الملياردير في مشروع على منصة تويتر. زرع شريحة في الدماغ البشري هي صلة الوصل بين الدماغ والحاسوب اللي كيسمح للشخص باستخدام أفكاره للتحكم بجهاز مثل الكمبيوتر أو للهاتف. وقدم الشرائح العديد من الأقطاب الكهربائية اللي كيمكنها من قراءة أفكار الشخص، ولكن في الأساس هي كتراقب وكتفسر الإشارات اللي كيرسلها الخلايا العصبية اللي كتستخدم الكهرباء والمواد الكيميائية لإرسال إشارات من الدماغ إلى بقية أجزاء الجسم لمساعدته في الحركة والتنفس والتحدث وتناول حتى الطعام. السؤال اللي كيحيرنا هو كيفاش كتخدم هذه الشريحة داخل الدماغ؟ شريحة نورالينك كتخدم ببطارية كيمكن شحنها لاسلكيا، والاتصال بتطبيقها الشيء اللي كيقوم بفك تشفير البيانات. ومن جهة أخرى كتصل شريحة سينوكرون بوحدة قياس عن بعد كتصل بدورها في جهاز الكمبيوتر. الهدف الأساسي من هذه التجربة هي مساعدة الشخص أصيب بسكتة دماغية أو لكي يعاني من مرض تنكس حركي كتمكنه من التواصل مباشرة من خلال جهاز خارجي بحال الهاتف أو الكمبيوتر والتعبير عن احتياجاته. Thank you.